بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في محاضرة اليوم حنأخذ مثال ثاني إن شاء الله يكون سريع ليرتب أفكار تصميم الجدار الخرساني اللي هو Reinforced Concrete Wall حسب متطلبات الكود الأمريكي 318-19. إحنا هنا في عنا مبنى، المبنى مكون من عدة طوابق. البلاطة طبعا هي عبارة عن Joist Slab أو Joist System، وفي عندي أنا 2 Core. هون احنا بنصمم، بدنا ناخذ الاتجاه الافقي لتصميم الجدار الخرساني في هذا الاتجاه. طبعا حنهمل وجود الفلانج او الافكتيف فلانج، هذا بالنهاية قرار المصمم، لكن احنا هنا للتسهيل. طبعا الافكتيف فلانج بتعطيك، اذا اهملت انت بيعطيك كونزرفاتيف ديزاين، لو اخذتها في التصميم فبيعطيك قوة اضافية للجدار في مقاومة الاحمال الجانبية. طبعا زي ما احنا ملاحظين طول الجدار اللي حناخذه بعين الاعتبار هو 11 متر. طيب، وهذا طبعا قطاع البلاطة اللي هي الجوست سلاب. هون طبعا معلومات انه احنا حندرس الايست ويست دايركشن، وحناخذ تأثير الزلازل فقط باعتبارها انها اعلى من الرياح. طبعا احنا في السوفت ويرز بناخذ الرياح والزلازل مع بعض، لكن في التصميم اليدوي انا هون الهدف منه فقط ترتيب الافكار وعمل ريفرش لتصميم الجدران الخرسانية. سماكة الجدار اللي حنفترضها في البداية هي 30 سنتي. الاف سي برايم للخرسانة المستخدمة في الجدار هي 40 ميجا باسكال، والحديد جريد 60. طبعا حناخذ قطاع الجدار في الدور الاول، لانه طبعا من دور الى دور بيختلف قيمة الشير فورس والاكسيال فورس اللي بتعرض لها الجدار. طبعا في البداية احنا حنوجد الفاكتورد لود كومباينيشنز من خلال اول شيء عمل موديل ثلاثي الابعاد، وعمل تحليل الاستيك اناليسز في السوفت وير مثلا وليكن الايتاب، لانه الايتاب بالنهايه احنا ممكن نعمل تحليل استاتيكي ونوع الاستيك اناليسز بكل سهوله. حتى لو بدك تعمل دايناميك اناليسز مش خلاف، احنا بالنهايه الهدف من الخطوه الاولى هي ايجاد الاحمال المؤثره على قطاع هذا الجدار عند منسوب معين. حنفترض انه الجدار fixed at the base، حنفترض انه seismic effect اعلى من تأثير الرياح، فبالتالي هي dominant force. حنفترض انه الديفرام هو rigid، علما انه يفضل فرض الديفرام semi rigid، لكن حنفترض هون في المثال انه rigid diaphragm. الست modifier اللي assigned لهذا الجدار هو 0.35. كنا تكلمنا مرارا وتكرارا انه اول فرض يتم فرضه للجدار هو 0.7، بعد هيك بعمل الاناليسز، بعد هيك برجع بدرس الاس اس 1 الاس اس 2 والاس 1 2 اللي هي الستريسز اللي متشكله في الجدار، وبقارنها مع المودلس اوف رابتشر. اذا تجاوزت المودلس اوف رابتشر فبالتالي الجدار حيكون مكرك. فعند البانلز اللي حيحصل لها كراك، او اللي البانلز اللي فيها ستريس اعلى من المودلس اوف رابتشر، لازم افك الموديل وارجع افترضها 0.35. يعني مش شرط ارجع افترض انه كل الجدار 0.35، وانما فقط البانلز اللي تجاوزت فيها قيم الستريس المودلس اوف رابتشر. هذا تكلمنا عن هذا الموضوع سابقا. وطبعا هنا احنا هنهمل الافكتيف فلانج ويدث، فبالتالي حاخذ فقط الطول الجدار على انه ريكتانجلر سكشن. طبعا بعد عمل التحليل عند الطابق الاول، منسوب الطابق الاول في هذا المنشا، وجدنا انه الديد لود المؤثر في هذا الجدار هي 28000 كيلو نيوتن تقريبا، وفي عندك اللايف لود الناتج عن الروف لايف لود 264، واللايف لود بقيمه كذا. الاكسيال فورس الناتج عن الزلازل هنا تم فرضها بصفر، وتم اخذ فقط تاثير البندنج مومنت، تم اخذ تاثير البندنج مومنت اللي هو الناتج عن الزلازل. بعد هيك تم التوجه الى تشابتر 5 في الكود الامريكي. تشابتر 5 فيه عده لود كومباينيشن. طبعا هاي اللودز اللي في الجدول الاول هي سيرفيس، طبعا بعد هيك حولناها الى فاكتورد لودز، اخذنا دمجناهم مع بعض الديد لود والال ار واللايف والايرثكويك حسب متطلبات اللود كومباينيشن في الكود الامريكي. زي ما احنا ملاحظين هون في عندي ارقام غريبه اللي هي 1.26 و1.84، كيف اجت هذه الارقام حنشرحها في السلايد التالي. لكن بالنهايه انا حولت الفورس السيرفيس الى فورس التيميت من خلال حل اللود كومباينيشن ايكويشنز اللي موجوده في الكود.
فبالتالي صار في عندي أنا جدار بيتعرض إلى أكسيال فورس وإلى مومنت حسب كل كومباينيشن إحنا بدنا نأخذها بعين الاعتبار. بالنهاية أنا ببحث عن اللود كومباينيشن اللي بتحقق لي الورست كيس. طبعا المعادلة الأصلية للإيرث كويك هي عبارة عن رو في الإيرث كويك زائد البوينت 2 أس سب دي أس مضروبة في الديد لود. بالنهاية هي عندي مركبة هوريزنتال زائد مركبة فيرتيكال. المركبة الفيرتيكال تم تحويلها بدلالة الديد لود، فمرة تم إضافتها في هذه المعادلة اللي هي اللي أصلها أصلا 1.2، فتم إضافة هذا الريشيو إلى 1.2. وهون طبعا تم طرحها لأنه أنا بالنهاية من المعادلة الثانية اللي هي 0.9 ديد لود زائد الإيرث كويك، بالنهاية بهمني أنا أخفض من تأثير الديد لود مع زيادة تأثير الإيرث كويك. وطبعا هاي المعادلة مهمة جدا في التشيك للستابيليتي، وبرضه بتضرب كثير أعمدة أحيانا بسبب تخفيض الفيرتيكال لود وزيادة المومنتس الناتجة بسبب الزلازل. يعني المعادلتين الأصليات هيهم اللي هي 1.2 ديد لود زائد الإيرث كويك زائد النص لايف لود، لكن هذه المعادلة لما دخلنا الإيرث كويك اللي هي أصبحت إيرث كويك زائد الـ 0.06 ديد لود، الـ 0.06 ديد لود هاي معادلتها اللي هي الفيرتيكال كومبوننت للإيرث كويك، المعادلة أصبحت بهذا الشكل والمعادلة الأخرى بهذا الشكل واللي هي الموجودة في الجدول هون. وحسبنا احنا كم قيمة المومنت والاكسيال فورس اللي بتأثر على الجدار. احنا حاليا بنتكلم عن جدار واحد. طب انا في عندي جدار، لازم اتأكد هل الجدار اللي عندي هو في نظام السوي ولا النون سوي، لانه بيختلف كليا. طبعا الكود الامريكي اعطاني طريقة الاستابلتي اندكس اللي هي الكيو. الكيو ايش بتساوي؟ مجموع الفاكتورد اكسيال لود مضروبة في الالاستيك ديسبليسمنت اللي بتحصل عند ذلك المنسوب. يعني هون بدنا نفهم شغلة انه الاستابيليتي اندكس انا بحسبه لكل دور، ما بحسبه لكل المنشأ كقيمة واحدة، انا بحسبه لكل دور. يعني ممكن احسبه للدور الاول لحال والدور الثاني لحال والدور الثالث لحال. مع كل طابق قيم الفاكتورد اكسيال بتتغير، الالاستيك ديسبليسمنت بتتغير، والشير برضو القادم من الزلازل بيتغير، لانه هاي عبارة عن الالتيميت شير للستوري، الالتيميت ستوري شير. طيب فبالتالي احنا حنروح على الفيرست فلور. التوتال ديد لود اللي في الفيرست فلور هذا الرقم سيرفيس، والتوتال اكسيال فورس، طبعا هنتكلم هون على اكسيال فورس الناتجه عن الروف لايف لود هي 1930. طبعا ما في عندي اكسيال فورس ناتجه عن الزلازل، وفي عندي هون التوتال اكسيال فورس ناتجه عن اللايف لود عند منسوب الدور الاول لكل العناصر الموجوده في الدور الاول المساهمه في الزلازل هي 42472 كيلو نيوتن. طبعا الشير عند ذلك المنسوب 7008 كيلو نيوتن. طبعا هاي كل الارقام سهل انك انت توجدها بوجود موديل زي الايتاب. والالاستيك ديسبليسمنت اللي ناتج عن قوة شير قدرها 7008 كيلو نيوتن هي 0.76 مليمتر. طبعا بالنهاية انا هاي الارقام هي السيرفيس، بالنهاية لازم اختار انا load combination لحساب القيمة الكيو، لانه البي اللي موجودة في المعادلة هي بي ultimate، فانا احسب البي ultimate من اي معادلة بالضبط. طبعا باستخدام السوفتوير انا ممكن احسب لجميع المعادلات واحسب قيمة الكيو الكريتيكال اللي بتسبب لي سوي، لكن احنا هنا من معطيات المثال بيتكلم انه المعادلة اللي هي 53.1E هي الكريتيكال واللي هي اللي حققت لي الماكسيمم افكت على الجدار، فبالتالي هي اللي حسب من خلالها البي التيميت. اذا انا صار في عندي البي التيميت معلومه، الديسبليسمنت معلومه، الشير معلومه، وطول الجدار معلوم، عفوا ارتفاع الطابق معلوم اللي هو 5.5 متر طبعا سنتر تو سنتر. فنطبق في معادلة كيو الفاكتورد اكسيال فورس اللي في الطابق الاول مضروبة في الالاستيك ديسبليسمنت في الطابق الاول مضروبة في الشير في الطابق الاول مضروبة في ارتفاع الطابق الاول، لان بتكلم عن الطابق الاول. طلعت القيمة قليلة جدا طبعا، فبالتالي انا عندي الطابق الاول في هذا المنشأ يمكن تصميم فيه العناصر المقاومة للأحمال الجانبية على انها نون سوي نان سوي، فبالتالي حالة النان سوي يتم دراستها لكل طابق على حدة.
طيب احنا شيكنا هسه انه هذا الجدار نون سوي، طب هل هو سلندر ولا لا؟ لانه ارتفاع الطابق 5 متر، 5 متر و50 فهو ارتفاع عالي. طيب خلينا نشيك المعادله اللي موجوده في الكود، هي هذا المعادله. طبعا اللي عندي انا وصلنا له انه انا في عندي نون سوي، فبالتالي الكي اللي هون ممكن افترضها واحد وانا مطمئن، لو كانت سوي القيمه ممكن تتجاوز هذه القيمه 1.2 1.3 1.4، لكن بما انه انا اللي عندي نون سوي فبالكي يمكن نفرضها بواحد. الار هو الريديوس اوف جيريشن بتساوي 0.3 اتش للريكتانجلر سكشن، طبعا لطوله 11 متر. في عندك هنا الانسبورتد لينكث 5 متر اللي هي 5، وطرح سماكه البلاطه وسماكه القاعده والى اخره، فوجدنا انه الانسبورتد لينكث هو 5 متر، فقسم الارقام على بعض فوجد انه 1.5. طب 1.5 هو الكي ال يو على الار، طب كم قيمه الليمت اللي في الكود؟ الكود اعطاك اما ال 40 او يتم حسابها من هذا المعادله. هاي المعادله فيها ام 1 على ام 2، الام 1 على ام 2 هي قيم العزوم عند بدايه الجدار ونهايته. طيب اذا كانت العزوم بهذا الشكل، هذا بيسموه سنجل كيرفيتشر، هذا الرقم بيكون نيجاتيف زي ما احنا ملاحظين هون، هي تم تعويضه بنيجاتيف لانه سنجل كيرفيتشر، يعني في بندنج باتجاه واحد في هذا الجدار. لو كانت العزوم بهذا الشكل على الجدار، طبعا سهل انك تعرف يعني في الايتاب لو عملت استعراض للمومنت حتقدر تعرف اذا كان سنجل كيرفيتشر او دبل، او حتى من الديفورمد شيب ممكن تعرف. هاي عباره عن دبل كيرفيتشر زي ما احنا ملاحظين، في عندي تقوس في اتجاهين. في هاي الحاله الريشيو ام 1 على ام 2 يتم تعويضه في بوزيتيف، في بوزيتيف، فبالتالي لما يكون عندي انا نيجاتيف هون عندي كريتيكال كيس لانه الليمت بيقل. طب كم قيمه الام 1 والام 2؟ الام 2 انا بشوف كم قيمه العزم الاكبر على احد نهايات الجدار، والام 1 هي قيمه العزم الاقل عند النهايه الاخرى. يعني انا في عندي عزم عند بدايه الجدار وعند نهايته، القيمه الاقل هي ام 1، القيمه الاعلى هي الام 2. طب بوزيتيف او نيجاتيف؟ اذا كان سنجل كيرفيتشر نيجاتيف، اذا كان دبل كيرفيتشر فهو بوزيتيف. هنا طبعا الريشيو اللي عندي نيجاتيف لانه سنجل كيرفيتشر حسب معطيات السؤال وهي قيمته 0.78، فبالتالي الليمت اللي في الكود هو 24. طب انا اللي عندي 1.5، اذا انا اقل بكثير من هذا الليمت، فبالتالي ما في عندي سلندرنس. لو في عندي سلندرنس حدخل في ناحية ثانية هي حساب الماجنيفايد مومنت، اللي هو كم قيمة المومنت حتزداد بسبب انه الجدار اللي عندي هذا سلندر، وهذا الكلام تكلمنا عنه في محاضرات الكولوم للي حاب يستفيض في هذا الموضوع. فبالتالي لاحظ هنا الجملة الدقيقة، سلندرنس effects need not to be considered in the design of this wall in the direction of analysis. يعني انا ممكن في اتجاه معين يكون الجدار ما فيه سلندرنس، في الاتجاه الاخر يحصل فيه سلندرنس، وهذا الكلام تكلمنا عنه في الاعمده لانه بيتكرر كثير. طيب خرجنا من موضوع السوي او نون سوي، سلندر او نوت سلندر. حاليا الخطوه الرابعه بدنا نشوف هل الحديد اللي في الجدار، هل الحديد اللي في الجدار كافي لمقاومه الاكسيال فورس والعزوم؟ طب احنا عندنا قطاع الجدار كم طوله وكم عرضه، لكن ما فيه حديد كالعاده. احنا تكلمنا سابقا انه خليني افترض كم المينيمم ريشيو للحديد، وحتى براكتيكال ما بيتم فرض المينيمم ريشيو، يتم فرض اعلى. يعني عاده السياخ اللي في جدران الخرسانيه على مسافه 20 سم 25 او 15 سم بهذا الرينج، لكن هنا طريقه التصميم بيحاول انه يصمم على الليمت بالضبط، فبالتالي بيطلب انه اول ترايل انا اجرب فيها الجدار لمقاومه العزوم والاكسيال فورس هي المينيمم. طب كيف ممكن احسب المينيمم؟ حتى نحسب المينيمم لازم احسب الشير فورس. ليش؟ لانه الكود اللي هو في هذا البند المرفق تحت، البند 11.6.2 في شابتر 11، اعطاني انه اذا بدك تعرف كم المينيمم ريشيو لحديد التسريح المطلوب الطولي والعرضي، يجب حساب هذا الليمت ويجب حساب الفي التيميت. طب الفي التيميت كم؟ احنا تكلمنا الفي التيميت في كامل الطابق هي 7008، وفعليا في الطابق في عندي تو شير وول سيمتريك، فبالتالي نصاب الشير وول الواحد من الشير فورس هو 3504. طيب خلصنا الفي التيميت، خلينا نحسب الليمت. طبعا هاي كلها معادلات في الكود الامريكي، انا ما بتكلم شيء غريب، هاي كلها معادلات لازم تكون انت فاهمها طيب مشان تعرف تصمم جدار خرساني بطريقه صحيحه. طيب هذا الليمت كيف بيتم حسابه؟ فيه معامل اللي هو الفا، هذا الالفا بيتم حسابه من خلال الريشيو، ارتفاع الجدار الكلي من القواعد حتى اخر طابق 42 متر على مقسوما على طول الجدار
تكلمنا عن 11 متر ف 3.8 بحكي لك الكود اذا كانت هذا القيمه اكبر من 2 فالالفا بتساوي 2. فبالتالي نعوض ستريت فورورد في المعادله الاف سي برايم معي الاي سي في هي مساحه القطاع الكليه اللي هي سماكه الجدار في طول الجدار اللي هي زي ما احنا ملاحظين هون 300 في 11000 ملم طبعا الوحده. بيطلع عند الفي التيميت بيطلع عند الليمت اللي موجود في الكود اللي هو هذا التيرم 1252 والفي التيميت 3504. اذا فعلا اذا كانت الفي التيميت اعلى من هذا الليمت يتم التوجه الى متطلبات شابتر 11.6.2. طبعا بعد الدخول في هذا البند يتم بنوجد انه المينيمم ريشيو للحديد الطولي والعرضي هي 0.0025 وليس 0.002 او 0.0012، لا وانما 0.0025. اذا هذه الطريقه الصحيحه لاقدر اوصل انا للمينيمم ريشيو. طيب غير في عندي انا مينيمم ريشيو، في عندي ماكسيمم سبيسنج، يعني الكود محددني اقل نسبه حديد وبرضو اقصى مسافه ما بين الاسياخ. طب خلينا ندخل على اقصى مسافه، اقصى مسافه 3H او 450 او LW على 3 من خلال هذه المعادلات اللي موجوده في الكود برضو. اقصى مسافه ما بين حديد التسليح الافقي اللي هو اللونجيتيودنال بمعنى العمودي 45 سنتي. اذا خليني افترض انه في عندي شبكتين من حديد التسليح بقطر 16 ملي، المسافه ما بين كل سيخ والسيخ المجاور 45 سنتي. طب بعد ما افترضت حديد تسليح، انت هذا حديد تسليح، اذا اولا يحقق الماكسيمم سبيس لانه انا التزمت بال45. ثاني شيء لو حسبنا الستير ريشيو حنلاقيها 0.0029 وهي اكبر من المينيموم. طبعا انا بتكلم الان عن الحديد الراسي، بتكلم عن الحديد الراسي تمام. طيب اذا صار في عندي قطاع معلوم الابعاد، معلوم الاف سي برايم، معلوم الاف ييلد، معلوم الحديد الراسي والمسافات اللي فيما بينهم. ندخل على الانتراكشن دياجرام، هذا تكلمنا عنه في المحاضره السابقه. لو دخلنا رسمنا الانتراكشن دياجرام برضه شرحت انت كيف ممكن ترسم الانتراكشن دياجرام باستخدام الايتاب، واسقطنا فيه نقاط اللود كومباينيشن، حنوجد اول شيء انه اللود كومباينيشن تقع داخل الانتراكشن دياجرام، فبالتالي القطاع هذا بحديد تسليحه بمواصفات الخرسانة بمواصفات الحديد بالمسافات بين الأسياخ هو كافي، لمقاومة الفورسز اللي بيتعرض لها سواء من الزلازل أو من الجرافيتي لودز. لاحظ طبعا هاي هون النقاط، إذا كم لود كومبينيشن كان عندي خمسة أنا في الجدول لو ذاكرين، واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمسة، كان في عندي ثلاث حالات كلهم أكسيال فورس لو ذاكرين اللي هم الحالات التالية. لاحظ الحالة الأولى والثانية والثالثة فيها أكسيال فورس ما في عنده عزوم، آخر حالتين فيهم عزوم، مشان هيك أنا ظهر في عندي ثلاث حالات على على المحور الرأسي. بالنهاية هم أقل من الماكسيمم كاباسيتي للقطاع، وبرضه في عندي حالتين فيهم عزوم. ولاحظ هون أنا أرفقت صورة جميلة جدا موجودة في الكود، إذا كانت عندك اللود كومباينيشن تقع في هذا النطاق إذا أنا لازم يكون في عندي تنشن ديفلوبمنت. طبعا في فرق ما بين الديفلوبمنت لينكس، الديفلوبمنت لينكس هو كم لازم السيخ يدخل في الخرسانه مشان ما يحصلوش بول اوت. طب اللاب سبلايس برضه هون بحكي لك اللاب سبلايس نوعها تنشن لاب سبلايس كلاس بي، لانه في عندي كلاس اي وكلاس بي وتكلمت كثير عن هذا الموضوع. بمعنى اللاب سبلايس هي علاقه سيخ بسيخ، يعني عند ربط سيخ بسيخ اخر وصله، يعني هاي بيسموها لاب سبلايس. ادخال السيخ في الخرسانه يعني مثلا زي بيم حديده داخل فيه خرسانة عمود، هذا احنا بنسميه ديفلوبمنت لينكث. طب انا في عندي بيم او كولوم طالع منه دولز، والدولز ارتباطها في دولز العمود للنكست فلور، هاي الحالة بنسميها لاب سبلايس. طبعا مشان انت دائما بنحتار بيسألوا هل اللاب سبلايس اللي عندي تنشن ولا كومبريشن، هل الديفلوبمنت لينكث اللي عندي تنشن ولا كومبريشن. هذا الانتراكشن دايجرام سهل علينا الموضوع، اذا وقعت خلال هذا الثلث بدنا نحكي، فبالتالي بحكي لك انت لازم تستخدم تنشن ديفلوبمنت لينكث وتنشن لاب سبلايس. طيب خلصنا من الحديد الراسي، خلينا نتكلم عن الحديد الافقي، والحديد الافقي اللي بتكلم عنه هو هذا الحديد اللي هو احنا بنسميه عنه الكانات، اشبه بالكانات لكن احنا بنسميه ترانسفيرس انفورسمنت. برضو حنفترض المينيمم حسبنا احنا الفي التيميت اوريدي اللي على الجدار الواحد، لانه هون كان في عندي جدارين 3500. لازم اتاكد انه الكاباسيتي للقطاع اللي هو ال 5 في ان اكبر من الفي التيميت. احنا طبعا تكلمنا انه
انه الروتي حنستخدمها 0.0025 والماكسيمم سبيسنج ما بين الكنات هي 45 سنتي، فبالتالي صار في عندي قطاع انا في يو كانات اللي هو طبعا حنستخدم قطر 16 ملي برضو. طيب اذا انا في عندي قطاع معلوم كم الكانات اللي فيه اللي هو الحديد العرضي، كم المسافات وكم القطر. طب خليني احسب كم قدرة هذا القطاع. قدرة هذا القطاع هاي المعادلة موجودة في الكود الامريكي برضو، هي عبارة عن مساهمة الخرسانة. طبعا لاحظ هاي معادلات اللي هي الكود الامريكي 19 وليس 18 وليس 14 وليس 14. طيب الـ VN اللي هي قدرة القطاع على مقاومة قوى القص بتساوي مساهمة الخرسانة زائد مساهمة الحديد. طب حتى نحسب مساهمة الخرسانة لازم احسب معامل اسمه ألفا. بحكي لك ألفا اذا كانت إذا كان ارتفاع الجدار على طوله أكبر من 2 وإحنا كانت عندنا 3 و something، فبالتالي هي 0.17. فبدخل على هاي المعادلة 0.17 مضروبة في 1 اللي هي اللمدة، 1 اللي هي النورمال كونكريت، ما في عندي لايت ويت كونكريت، مضروب في جذر الـ FC برايم، زائد أنا لاحظ هون كم حطيت حديد، شبكتين 16 ملي كل 45 سنتي، فلو حسبت الريشيو لهم 0.0029 مضروب في الـ F yield ل حديد العرضي، مضروب في الاي سي في تكلمنا عنها، مضروب في الفايل هو الريدكشن فاكتور للشير، فبيطلع عندي قدره تحمل القطاع 5675. هاي المعادلات مهمه جدا. انت بالنهايه بدك تصمم جدران قص لبنايه، فلازم تكون واعي ومطلع على معادلات الكود الامريكي. طبعا احنا هون في نقطه نسينا مهمه، انه قبل ما تبتدئ في التصميم حدد انت في اي سايزميك ديزاين كاتيجوري. احنا هون في المثال اعطاني سايزميك ديزاين كاتيجوري سي، ليش؟ لانه اذا رحنا احنا على الدي والاي والاف في عندي متطلبات اضافيه في التصميم في شابتر 18، فبالتالي القطاع كافي لمقاومه العزوم والاكسيل فورس وكافي لمقاومه الشير فورس. طيب خلصنا تشييك المومنت والاكسيال فورس والشير، حاليا بدنا ننتقل لتشييك البيرنج. البيرنج الجدار مرتكز على قاعده زي ما احنا ملاحظين، هذا الجدار مرتكز على قاعده، فهون في عندي انا قوه ضغط عاليه احنا بنسميها البيرنج ستريس. هل البيرنج هذا امن ولا غير امن؟ يعني هل يمكن نقل الفورس من الجدار الى القاعده بطريقه امنه ولا لا؟ طبعا البيرنج ستريس كل المهندسين بيعرفوه، لكن هنا فقط في المثال انا وضحت كيف يتم حسابه. طبعا عند البدء بالحساب بناخذ خط بزاويه 2 الى 1، واول تقاطع مع السايدز للقاعده بيتم اخذ البروجكتد اريا اللي هي الاريا اللي هي على خط الامتداد اللي هي بالخط الداش هذا. هاي انا بستخدمها في حسابات البيرنج. طيب اول شيء انا بدي احسب اشيك البيرنج ستريس على لو انا كان في عندي فقط اكسيال فورس، هسه المفروض انا اشيك البيرنج ستريس على جميع اللود كومباينيشن اللي هي هاي، لكن انا حاخد اعلى لود كومباينيشن بتسبب لي ناتج عن الايرثكويك، واللود كومباينيشن الناتج عن الاكسيال فورس، اعلى لود كومباينيشن بتسبب لي اكسيال فورس اللي هي هاي لاحظ 43 اللي هي انا لو يعني انا اول تشيك حعمله باستخدام اللود كومباينيشن 531 بي اللي هي فقط فيها اكسيال فورس اللي هي بتسبب لي اعلى اكسيال فورس، فبالتالي قسمت انا الاكسيال فورس على الاي 1 الاي 1 اللي هي اللود اللي مطبق على الجدار على مساحه قطاع الجدار، فهذا الشيء بيولد لي ستريس مقداره 13 ميجا باسكال. طيب كم قدره هذا القطاع على مقاومه البيرنج؟ هاي معادلة مقاومة البيرنج بتساوي 0.65 اللي هو ريدكشن فاكتور مضروب في 0.85 مضروب في الاف سي برايم، اذا 22.1 ميجا باسكال. يعني انا في عندي ستريس عند الجوينت ما بين الجدار والقاعدة مقداره 13، والقدرة انا في عندي اب تو 22، فبالتالي انا بالسيف سايد. طبعا انا ما بقدر اتكلم اني بالسيف سايد لان انا شيكت فقط لود كومباينيشن واحدة. طب خليني اشيك لود كومباينيشن اخرى فيها عزم. طبعا لما انت يكون في عندك عزم، خلينا نشرح شوي هون فقط شيء بسيط. انا اول مره افترضت انه في عندي جدار خرساني وفي عندي ايش اكسيال فورس فقط واحده اكسيال فورس، هي اول كيس، ولقينا انه احنا في السيف سايد. طب لو انا شيكت لود كومباينيشن فيها اكسيال فورس وفيها مومنت وبي،
فهاي الحالة، هاي النقطة اللي هون فعليا في عندي في عليها كومبريشن من الاكسيال فورس وعليها كومبريشن من المومنت اللي هو الام سي على اي. هذا الشيء كلياتنا احنا بنعرفه. الاسترس عندي هون ماكسيمم، هون في عندي مينيمم، هون ممكن يحصل عندي تنشن، وهون بيكون في عندي اقصى كومبريشن. طيب ننتقل. فبالتالي الاسترس الكومبريشن الناتج عن الاكسيال فورس هو عبارة عن الاكسيال فورس اللي في اللود كومباينيشن نفسها اللي هو 38000. نرجع معلش احنا بدنا نتعبكم معانا شوي، اللي هي هاي انا بدرس الان اللود كومباينيشن هذه، ففيها اكسيال فورس وفيها مومنت. طيب مقسوما على قطاع الجدار، وفي عندي بندنج ستريس ناتج عن المومنت واللي هو 17.4. فبالتالي النقطة في زاوية الجدار حيكون الاسترس اللي فيها الكومبريشن 11.6 زائد 17.4 اللي هي عند هاي النقطة، لأنه المومنت بيتأثر بنفس اتجاه الأكسيال فورس، لكن في الاتجاه الآخر هون حترحب من بعض. فبالتالي في عندي أنا منطقة حيتشكل فيها كومبريشن قيمته 29 ميجا باسكال، و29 تجاوزت الكاباسيتي 22، فبالتالي أنا غير آمن فيما يتعلق في البيرينج ستريس. وفي عندي الجهة الأخرى فيها تنشن، فبالتالي بسبب وجود التنشن وبسبب وجود عندي كومبريشن أعلى من قدرة تحمل القطاع، إذن لابد من إضافة حديد تسليح. وإحنا أصلاً باي ذا وي إحنا دائماً حديد الجدار بيدخل داخل حديد القاعدة، وهذا الشيء اللي بيحصل. فبالتالي بما انه بيدخلوا معلش على الرسم تقريبي فقط مشان ما نتاخرش عليكم برضه، فبالتالي انا فعليا في عندي حديد دولز اللي هو حديد الجدار داخل في حديد القاعده، فهذا الاشي بيامنني ضد البيرنج وبيخلي لي اياه سيف. فمشان هيك هاي معظم يعني في معظم الحالات هذا التشيك بيكون سيف، لانه المهندسين كلهم بيدخلوا حديد العمود في القاعده وحديد الشيرول في القاعده، فبالتالي ان احنا في عندنا امان في هذا البند. لازم طبعا بما انه انا ضرب عندي البندنج في عندي مينيموم، في حال انت ما بدك تدخل حديد الكولوم داخل القاعده كله او حديد الول، وهذا الشيء صراحه براكتس انا عمري ما شفته، في عندك فعليا مينيموم رينفورسمنت لازم يدخل في القاعده، المينيموم رينفورسمنت 3960، في حين انا لو دخلت حديد الجدار داخل القاعده عندي 10000 ملم مربع، فبالتالي انا مور ذان سيف في موضوع البيرنج. طيب خلصنا في موضوع البيرنج، ولازم نشيك الهوريزونتال فورس ترانسفير كاباسيتي. كيف يعني؟ انا في عندي جدار خرساني وفي عندي قاعده، تم صب الجدار رافت فوتينج او سنجل او ستريب او ايا كان، بعد هيك تم صب الجدار فعليا في عندي فاصل صب، فهذا الفاصل الصب بيضعف قدره القطاع اللي هو المشترك ما بين القاعده والجدار على مقاومه الشير. يعني نوضح، هون عند هذا القطاع فعليا تم صب القاعده في البدايه، بعدين تم صب الجدار، ففي عندي هون انا في عندي ويك بلان، وفي عندي انا فورس الشير حكينا عنها احنا حوالي 3000 كيلو نيوتن، فال 3000 كيلو نيوتن هاي حتعدي من خلال قطاع فيه فاصل، يعني مش مصبوب مونوليثيك كامل. طيب في هاي الحالة بترجع لبند الشير فريكشن اللي موجود برضو في الكود الامريكي. طبعا هذا التشيك نادرا ما حدا من المهندسين بيتم عمله، وممكن يضرب لك حديد تسليح ما بين الجدار وما بين القاعدة. طبعا علما انه مشان يكون الامانة العلمية انه الطريقة هاي في حساب الشير فريكشن هي طريقة برضو كونزيرفاتيف. طيب في هاي الحالة احنا بدنا نفترض انه في عندي رفنس، طبعا هنا في فاكتور اللي هو الميو، هذا بيعتمد على درجة تخشين السطح. فانت بترجع للكود الامريكي على تشابتر اللي بيتكلم عن الشير فريكشن، وبتشوف في جدول لحساب قيمة الميو اللي هي معامل الفريكشن ما بين قطاع الجدار وما بين القاعدة، هذا بيعتمد على درجة التخشين. احنا هون حنتكلم انه حنأخذه ب.6. فبالتالي هون ايش اللي عمله؟ حسب الحديد اللي مطلوب او اللي المفروض يكون موجود ما بين القاعده ما بين سوري ما بين الجدار وما بين القاعده لحتى يقاوم لي الشير. ليش احنا عملنا هيك؟ لانه فعليا في عندي فاصل صب،
طب كم قيمة الشير فورس اللي حنقاوم قاوم هذا الجدار؟ 3500 مش 3000 كمان، مضروبة في 1000 لتحويل الوحدات، مقسومة على ال 0.75 اللي هو الريدكشن فاكتور، مضروب في الاف ييلد، مضروب في الميو. طبعا اللي بيرجع لمحاضرة الشير فريكشن بيفهم هذا الكلام بالتفصيل. فبالتالي انا حتى انقل اللاترال فورس من الجدار الى القاعدة بطريقة آمنة خلال القطاع اللي حصل فيه فاصل صب، انا محتاج حديد مقداره 18540 ملم مربع. طيب انا اصلا في القطاع اللي عندي كم؟ 10000 ملم مربع، فبالتالي في عندي 8540 ملم مربع حديد يجب اضافته عند هذا القطاع لتامين نقل الاحمال الجانبيه. برجع بتكلم هذا الطريقه في الحساب هي طريقه كونزرفاتيف قد تكون، ولكنها هي موصوفه في مراجع السي ار اس اي 2019 اللي انا بتكلم عنه، انه بسبب وجود هذا فاصل الصب لازم يكون في عندي حديد تسليح. هون حديد تسليح هذا اوريدي احنا تكلمنا هو نفس اللي في الجدار حينزل في القاعده، لكن احنا قلنا لما حسبناه طلع 10000 ملم مربع، لكن المطلوب لمقاومه الشير فريكشن هذا هو تقريبا ما يقارب ال 18000 او 19000. فهذا البند اجبرني اني ازيد الحديد اللي طالع من القاعده باتجاه الجدار الى قطر 25 ملي. يعني في الاول يعني فعليا انا الان حعمل حضيف حديد من القاعده للجدار قطر 25، وبعد هيك حعمل لاب سبلايس للجدار مع الحديد اللي من الاسفل اللي هو قطر 16 ملي باتجاه الجدار، لانه هذا القطر 16 وهذا القطر 25. لاحظ شو اللي خلاني ازيد؟ البيرنج ما ضرب، البيرنج كان عندي اموره طيبه، لكن اللي خلاني ازيد حديد القاعده هو فاصل الصب هذا. طبعا هنا برضو الاشي اللي زاد الموضوع صعوبة انه احنا استخدمنا في الجدار فقط حديد المينيموم، لكن لو انت في البداية استخدمت فاي 16 كل 20 ممكن ما تضطر تضيف هذا الحديد اللي في القاعدة، هذا فقط للتنويه. طبعا الشير فريكشن ليكتشر اللي انا حطيتها في قناتي مهمة جدا. طيب خلصنا متطلبات التصميم فيما يتعلق ب البيرنج والشير فريكشن والشير والبندنج مومنت والاكسيال فورس كاباسيتي. الان في عندي انا ديفلوبمنت لينث، الديفلوبمنت لينث واللاب سبلايس والباركت اوف، هاي اشياء جزء من التصميم لا تقل اهميه عن حسابات التصميم. فبالتالي انا صار في عندي حديد 25 ملي من القاعده باتجاه الجدار، وفي عندي حديد 16 ملي بيكمل من اعلى القاعده باتجاه الطوابق العلويه. فبالتالي لازم احسب الوصل ما بين الحديد ال 25 وال 16، ولازم احسب الديفلوبمنت لينث لحديد ال 25 داخل الجدار، والديفلوبمنت لينث لحديد ال 25 داخل القاعده. اتمنى يكون كلامي واضح. طبعا وبسبب وجود فورسز تتعرض الى عزوم وتكلمنا عنها سابقا في الانتراكشن دايجرام، لازم استخدم التنشن لاب سبلايس والتنشن ديفلوبمنت لينث. طبعا في القاعده حنستخدم ستاندر هوك. فأنا هون وضحت حسابات تفصيلية لطريقة حساب الـ development length. يعني فعليا أنا عندي في القاعدة الحديد الـ 25 ملي، في عندي حديد بهذا الشكل، هذا الحديد هذا 90 degree hook. لازم أول شيء أتأكد أنه develop داخل الجدار، يعني محقق الـ LD، هاي مهمة. ثاني شيء لازم يحقق متطلبات الـ LDH. هسا في بعض المهندسين بيأخذ هاي كلها LD، هذا الحكي خاطئ حسب الكود الأمريكي. حسب الكود الأمريكي عندك رقمين لازم تحققهم، أول شيء الـ LDH تحسبها لحال نسميها LDH، وفي عندك L Extension. الـ L Extension غالبا الـ L Extension ما بيكون عندي فيها مشكلة، المشكلة في الـ LDH. فبالتالي إذا أنت ما حققت الـ LDH خلال سماكة القاعدة ممكن تضطر تكبر سماكة القاعدة بسبب الـ LDH، وبرضه هذا ينطبق على البيم مع الكولوم. هذا الكلام مهم جدا، أنا ما بأخذ المسافة الكلية طول السيخ الكلي، لا الكلام يعني أنا مثلا هل يعقل أني أخذ مثلا سيخ بهذا الشكل بهذا الشكل وأحكي خلص؟ ما هو المسافة الكلية هاي اللي هي المسافة الكلية هاي هي بتحقق الـ LD؟ لا طبعا، انا في عندي هون مسافة
ال دي اتش بنسميها اللي يجب تحقيقها حتى تنتقل الفورسز بطريقه امنه ما بين الجدار وما بين القاعده. طبعا برضو في عندي حديد الجدار طالع لفوق، هنا في عندي مسافه احنا بنسميها اللاب سبلايس. اذا لاحظ في عندي تدرج في المواضيع، هاي اللاب سبلايس اللي هي اقل مسافه ما بين حد او اقل مسافه مشتركه ما بين الحديد اللي قطره 16 وال25 واللي والحديد اللي قطره 25 حتى تنتقل الفورس بطريقه امنه ما بين السيخين. اتمنى يكون الكلام واضح. فبالتالي احنا في البدايه خلينا نحسب ال دي اتش لحديد ال 25 ملي. طبعا هاي المعادله اللي موجوده في الكود الحديث 2019، انا وضحت كيف انت تحسب الفاكتورز كامله، بعدك تطبق في معادله ال دي اتش، هتلاقي انه ال دي اتش هو قطر سوري انت مطلوب ال دي اتش حوالي 62 سنتي. فانت حتى يكون عندك 62 سنتي اقل سماكه للقاعده هي 76 سنتي، لانه في عندك كفر وفي عندك شبكتين حديد، فهي المسافه يجب حسابها بالتفصيل. يعني انا بمجرد ما حسبت ال دي اتش 62 اللي هي هذا ال دي اتش، لسه في عندي انا حديد توب وحديد بوتوم، فبحسب انا السماكه المطلوبه للكفر اللي هو 75 ملي، بالاضافه الى في عندي انا هنا حديد شبكتين السفلي برضه بدخلهم معي، زائد ال دي اتش، هاي فعليا اقل سماكه انا ممكن اعملها للقاعده، طلعت 76 سنتي. فبالتالي كل المواضيع مرتبطه في بعض. لاحظ هون انا هون في عندي هذا فعليا هاي ال دي اتش، هاي ال دي اتش انا موضح لك اياها هون. لاحظ الحديد اعلى الشبكه السفليه، فبالتالي ال دي اتش زائد قطر السيخ الشبكة الأولى، قطر السيخ الشبكة الثانية، زائد الكفر، هاي أقل سماكة للقاعدة. هذا الكلام مهم جدا، لكن احنا هون اوريدي اللي في السؤال سماكة القاعدة هي 90 سنتي، 90 سنتي، فبالتالي أنا بالسيف سايد. طيب. حاليا بدي أشوف أنا القطر ال 25 ملي كم لازم يدخل في الجدار. طبعا في هاي الحالة أنا في عندي هون مسافتين، في عندي كم بحسب الديفلوبمنت لينكث المطلوب لحديد ال 25 كم لازم يدخل في خرسانة الجدار، هذا الرقم الأول، وثاني شيء بحسب قيمة اللاب سبلايس اللي المفروض أحققها ما بين السيخ ال 25 وما بين ال 16، وباخذ الأكبر بينهما. طبعا احنا تكلمنا لما نحسب اللاب سبلايس بستخدم كلاس بي، لاحظي كلاس بي المسافة اللاب سبلايس هي عبارة عن الديفلوبمنت لينكث مضروبة في 1.3، هذا الكلام مهم جدا. يعني مثلا لو انت عندك فلات سلاب حديد العلوي، اول شيء الحديد العلوي بتنضرب اذا كان في عندك ثلاث مثلا فلات سلاب سمكتها 30 سم فما فوق، اول شيء تضرب الحديد العلوي في 1.3 بسبب انه في عندك خرسانة اعلى من 30 سم اسفل السيخ مثلا، وبترجع بتضربها في 1.3 في حالة كانت اللاب سبلايس كلاس بي. فيعني موضوع الديفلوبمنت لينكث موضوع مهم جدا. انا هون ابتديت احسب الديفلوبمنت لينكث للسيخ اللي قطره 25 طلعت 83 سم، طبعا استخدمت المعادله التفصيليه، وفي عندك جداول مبسطه في الكود برضه ممكن ترجع لها. وبرضه لما حسبت الديفلوبمنت لينكث لحديد ال 16 ملي طلع 30 سم حسب المعادله التفصيليه انا بتكلم، تمام. طب فبالتالي التنشن لاب سبلايس اللي انا محتاجه ما بين السيخ ال 25 ما بين السيخ ال 16 هو عباره عن 1.3 لانه كلاس بي مضروب في الديفلوبمنت لينكث للسيخ ال 16، لانه ال 16 هو اللي حيمتص الفورس من ال 25 ملي، طلعت عندي تقريبا 40 سم. طب انا صار في عندي هيك قيمتين، ديفلوبمنت لينكث لحديد ال 25 حوالي 85 سم، وفي عندي لاب سبلايس حوالي 40 سم، باخذ الاكبر بينهما. اذا انا طبعا اوريدي باي ذا وي بالفيلد او في البراكتس المسافه ديفلوبمنت لينكس او اللاب سبلايس ما بياخذوها اقل من متر، ما بياخذوها اقل من متر. فبالتالي هيك انا هيك فعليا حسبت كم الستاندر هوك تبع حديد ال 25 داخل القاعده،
وحسبت كم الديفلوبمنت لينث من حديد ال 25 داخل الجدار. طبعا الديفلوبمنت لينث هذا تاكدت انا انه اعلى من اللاب سبلايس ريكويرمنت. اتمنى تكون المحاضره واضحه، تكون المحاضره بسيطه، واتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.